بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم في سلسلة جديدة من الأمراض اللي بتصيب الحيوانات المزرعية. هنتكلم النهاردة عن الأمراض اللي بتصيب صغار العجول، سواء بقى عجول الأبقار أو عجول الجاموس أو أي صغار حيوانات، مثلا الحملان، صغار الأغنام، صغار الماعز، صغار الجمال أو صغار الإبل. من أهم الأمراض النهاردة اللي هنتكلم عنها ومن أخطر الأمراض اللي لو جات للحيوانات المزرعية أو للعجول الصغيرة بتكون في أغلب الأوقات قاتلة. وللأسف معظم المربين بيستهونوا بيها. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. والمرض اللي معانا النهاردة هو مرض الإسهال. الإسهال مرض خطير وفي نفس الوقت مش خطير، يعني إذا استعنيت وإذا عالجته ما يبقاش خطير، ما فيش منه خطورة، ما فيش خوف منه. فالإسهال بيصيب العجول الصغيرة عند سن الثلاث أسابيع الأولى، من أول ثلاث أسابيع كده وانت طالع. تمام. أول حاجة للإسهال الاضطرابات الهضمية للجهاز الهضمي، وعادة بيحصل اضطرابات الهضمية طبعا من وجود العجول، مثلا بيحصل اضطرابات الهضمية من ان الاكل فيه نسبة دهون مرتفعة، في تغذية غير منتظمة للعجل، في تغيرات مناخية، وبرضو بعد الولادة مباشرة بيجي فيه اللبن بتاع الأم. يا جماعة بيبقى لبن السرسوب، لبن السرسوب بيبقى لبن تقيل، فبيبقى فيه نسبة عالية من الدهون، نسبة عالية من الفيتامينات، نسبة عالية من كل شيء في اللبن، نسبة عالية من مكونات اللبن عموما عشان ما اخش في تفاصيل اكتر من كده. فبيضطر انه بيعمل اضطرابات هضمية للعجل. تمام. انزيم الرنين اللي هو المفروض بيجبن اللبن ما بيشتغلش بكفاءة مع لبن السرسوب، فبالتالي يا جماعة لبن السرسوب بيمنع عن العجل. تمام يا جماعة. تمام. نيجي بعد كده ليه غير الاضطرابات الهضمية بيحصل حاجات مرضية، إصابات مرضية، وساعات بتخلي الإسهال بيبقى مدمي، يبقى إسهال بدم. طب وده بينتج عن إيه؟ بينتج عن وجود العجول مثلا في حظائر ملوثة غير نظيفة، وأيضا استخدام أوعية غير نظيفة، يعني أوعية فيها مية، ما هو العجل الصغير بيشرب مية، بيبقى وعاء فيه مية، طبعا المية مش نظيفة، و برضو ما بنضفش حلمات الأم. الحلمات يا جماعة اللي بيرضع منها العجل بتتنضفش، بيبقى عليها ملوثات، المفروض أطهرها، اطهر الحلمات او حلمات او الضرع بتاع الام يوميا بعد كل رضاعه، يعني العجل يرضع من هنا اطهر مكان رضاعه العجل او اطهر ضرع الام من مكان الرضاعه، لاني هينمو عليه بكتيريا وفيروسات فهتسبب لي الاضرار دي بعد كده، هيحصل مغص بقى، يحصل تلبكات معوية، وهيحصل مغص، وهيحصل حاجات كتيرة جدا. تمام يا جماعة. تمام. برضو من الأسباب اللي بتخلي يحصل برضو إسهال التغذية الزائدة يا جماعة،
يعني ما اديش العجل زيادة عن طاقته. هو العجل وجبة بالصبح ووجبة آخر النهار لبن، وبعد كده حط له بقى ميه وبرضه بعض التغذيه. تمام، ده بس بعد ما بيكبر شويه بقى طبعا، يعني التغذيه دي بعد ما بيكبر سنه كده، بعد ايه شويه بشويه كده. تمام يا جماعه، تمام. وفي تغذيه غير منتظمه، يعني ما يا انتظم في التغذيه، انتظم في التغذيه. ما عدم الانتظام في التغذيه بيسبب لي برضه مرض الاسهال. طب هتقول انتظم ازاي يا دكتور؟ ازاي انا هغذي مرتين في اليوم؟ يبقى هما المرتين، مره الصبح ومره اخر النهار، لا زود عن كده ولا نقص عن كده، او ما غيرش المواعيد. اذا غيرت المواعيد هو جسمه هياخد على ميكانيكيه معينه، غير المواعيد انزيم الرنين بقى هيبتدي اما يشعر ان في لبن نزل لسه هيبتدي يتفرز، ولسه يعني هياخد مسلك تاني. تمام، لان الجسم اتعود على ميكانيكيه معينه او ايه او ميكانيزم معين. تمام، فلما غير الميكانيزم مره واحده فالعجل هيشعر، او الجسم هيشعر بتغير، هيحصل بقى التلبكات المعويه والاضطرابات المعويه ويحصل لي الاسهال. تمام يا جماعه، تمام. وممكن ساعات بحس كده ما بيحصلش اسهال، ده بيحصل بعد كده امساك. يعني ساعات بيحصل عكس، بدل ما يحصل اسهال بيحصل امساك، فالعجل يتلكم. بعد ما يتلكم يبطل رضاعه، بعد ما يبطل رضاعه طبعا بتحس انت بقى بعد كده بيبان عليه الاعراض بتاع الامساك، فبعد كده بنضطر نعمل له حقنه شرجيه وبتاع. نبقى نتكلم في فيديو في فيديو تاني عن الامساك والكلام ده. فدي كانت كل حاجه عن الاسهال. طب اذا لقيت بقى يا جماعه الاسهال في دم جه عن طريق حاجه مرضيه، اعمل ايه؟ اعمل كده يا جماعه، استخدم مضادات حيويه، ادي العجل مضادات حيويه و جرعات سلفة ومطهرات معوية. يعني نطهر الأرض، نطهر ندي العجل مطهرات معوية الأول، وبعد كده يا جماعة نطهر الحظيرة، نطهر الحظيرة وضرع الأم. بعد كل رضاعة نطهر ضرع الأم ونغسله كويس عشان ما فيش بكتيريا وما فيش فيروسات تقف على الضرع بتاع الأم وتفضل واقفة ومعاملة مستعمرات عليه، ويجي العجل يرضع ياخد كل ده معاه. تمام، فلازم ضرع الام ينضف كل يوم. واذا لزم الامر، اذا لقيت الامر جد خطير، استشير الدكتور البيطري بتاعي على طول، اجيب الدكتور البيطري. تمام، احنا دي فيديوهات توعيه، ما نقولكش استغنى عن الدكتور البيطري، لا، اذا الامر استدعى تجيب الدكتور البيطري. تمام يا جماعه، يبقى اول حاجه يا جماعه عشان مرض الاسهال ما يجيش عندي وقايه منه خالص، انضف الحظيره كل يوم واطهرها، اللي بقف فيها العجل الصغير بالذات انضفها واطهرها باستمرار وما اخليش فيها اي حاجه. الاوعيه يا جماعه اللي هيشرب فيها واللي هيتغذى فيها هو كبير شويه، تمام، عنده عمر 3 اسابيع كده، وعمر 3 اسابيع ده هيبتدي ياكل كده، هيبتدي ياخد شويه من الاكل. اعمل ايه؟ انضف الاوعيه اللي هحط له فيها الميه، انضف الاوعيه اللي هحط له فيها الاكل، انضف ضرع الام بعد الرضاعه باستمرار. يعني يرضع الصبح انضف ضرع الام، قبل ما يرضع انضف الضرع برضه، يعني قبل الرضاعة وبعد الرضاعة أقوم بتنظيف الضرع وتطهيره. تمام، بعد كده يا جماعة إذا لقيت إسهال أجيب مضادات حيوية. تمام، أجيب مضادات حيوية وجرعات سالفة وتغذيات كميات مناسبة من اللبن، أراعي التغذية بالذات، أنتظم في التغذية بالذات، كميات مناسبة. تمام، وأشكركم. اللي عنده أي سؤال اتركوا في التعليقات وان شاء الله نرد عليه، وسلام عليكم. وارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، الاشتراك في القناه عن طريق الزر الاحمر تحت الفيديو والجرس جنبه، والسهم المقلوب ناحيه فوق ده يا جماعه، شاركوا الفيديوهات حتى تعم الفائده للجميع، والكل يحافظ على الماشيه بتاعته وعلى الحيوانات بتاعته. ونسال الله لكم التوفيق والسداد.